تقوس الساقين. تقوس الساقين ده أهم عامل بنفكر فيه هو سن المريض. يعني تقوس الساقين في الأطفال غير في سن من 20 ل40 سنة، غير في سن من 50 ل70 سنة. في الأطفال ممكن يبقى تقوس طبيعي حسب سن الطفل ودرجة التقوس، وما بيتعملوش أي حاجة لأنه بيتعدل لوحده. أما في تقوس في الأطفال بيبقى نتيجة نقص فيتامين د أو نتيجة لين العظام، وده لازم بنصلح النقص ده في أسرع وقت. وحسب درجة التقوس وسن الطفل بنختار هل هنتدخل جراحيا ولا لا. أما التقوس اللي في سن من 20 ل40 سنة ده حسب درجة التقوس ودرجة الخشونة ووزن المريض بنبدأ نحدد هل هنحتاج علاج تحفظي زي علاج طبيعي، نلبس ركبة اللي هو يعني رباط ضاغط على شكل ركبة، ولا هنحتاج نتدخل جراحيا لاستعدال التقوس ده. التدخل جراحيا لاستعدال التقوس بيتم عن طريق كذا طريقة جراحية، ممكن عن طريق شريحة ومسامير مع استعدال للتقوس، وممكن عن طريق مثبت خارجي حسب درجة التقوس وحسب وزن المريض وسنه. أما تقوس الساقين في كبار السن اللي هو من سن مثلا 50 ل70 سنة، ده بيبقى في أغلب الأوقات مصاحبه خشونة متقدمة في المفصل، وساعات التقوس بيبقى نتيجة الخشونة، وساعات العكس الخشونة جت نتيجة التقوس، وعلاجه ساعتها بنحدده حسب درجة الخشونة اللي عند المريض ده. هل هنعمل استعدال للتقوس فقط، ولا المفصل نفسه اتاكل وحصل فيه خشونة نهائية فبنضطر نعمل تغيير مفصل ركبة صناعي للمريض. وفي الآخر بنتمنى لكم دوام الصحة والعافية.